وهيئة التنسيق النقابية خلال هالأسبوعين هتعمل على خطين، خط عقد الجمعيات العمومية والمندوبين بالمركز والمحافظات، وخط الاتصال مع اللجان المشتركة لبحث معها بالثغرات اللي كانت موجودة بالسلسلة واللي على أساسها تحركت بعض القطاعات ومنها التعليم الخاص. أولاً الحفاظ على الحقوق اللي نحن طلبناها فيها، وهي 75% نسبة واحد زيادة لكل القطاعات المتبقية من نسبة الزيادة 121%، ونحن نصر على نسبة زيادة واحدة لكافة القطاعات. اثنين، وحدة التشريع بين الخاص والعام، هذه الوحدة اللي عمرها من سنة 56 وقالي كانت كل مشاريع الأوانين اللي تصدر من المجلس النيابي بتخصوا منالة بالتعليم الرسمي تزيل آخر شيء بمادي بتقول ويطبق هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة. ثلاثة، تعيين الأساتذة الثانويين أكيد اللي بده يحملوا درجة ماستر بدرجة 21 والأساتذة الحاملين الإجازي بالمرحلة الابتدائية بالدرجة 15 الجدد أكيد. رفض زيادة ساعات العمل للزملاء العاملين بالقطاع الإداري. أربعة، إعطاء كل الأساتذة المتقاعدين والمتعاقدين والمؤمنين نفس نسبة الزيادة اللي قلناها من البداية 75% اللي بتلحق كل القطاعات، يعني نفس نسبة الزيادة اللي بدها تلحق الزملاء العاملين بالملاك تلحق نفس نسبة الزيادة الزملاء المتقاعدين بكل القطاعات الإدارة والثانوي والابتدائي والخاص. على هذا الأساس الهيئة التنسيق النقابية اللي عم تشتغل فيها على خطين، خط دعوة الجمعيات العمومية بكل الهيئات بالمركز والمحافظات، وخط الاتصال باللجان المشتركة اللي بحث هذه الثغرات وتعديلها. نحن ندعي كل الطلاب وكل الأهالي للإسراع خاصة في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي للتسجيل بمدارسهم، لأن نحن ضامنين بعام دراسي مستقر، ونأمل من اللجان المشتركة الإسراع والمجلس النيابي الإسراع بحل هذه الثغرات والإحالات الهيئة العامة، لأنه إحنا ضامنين بعام دراسي مستقر وهادئ، وبناء عليه ندعي جميع الطلاب الإسراع بالتسجيل خاصة في المرحلة الأساسية والمتوسطة بالتعليم الرسمي. وهي التنسيق النقابي حتضل على اجتماعات متواصلة وحتعمل اتصالات بكل الكتل السياسية المعنية بهذا الموضوع، وحتتصل باللجان المشتركة بأول جلسة عند عقد أول جلسة لها لإيضاح الثغرات الأساسية لدراستها هيئة التنسيق النقابي. وفي ملاحظة كتير مهمة، غدا يوم دراسي طبيعي بكل المؤسسات القطاع الرسمي والخاص. يعني الأساتذة اللي اليوم أضربوا بكل المدارس الخاصة تحية كتير كبيرة لألون اللي إجوا من كل مناطق لبنان، من عكار، من شمال، من جنوب، من البقاع، من بيروت. هيدال كانوا صوت ما بس معنى المدارس الخاصة، هيدال كانوا صوت الظلامي اللي واقع على كل القطاعات وكل الشعب اللبناني، وصوت هيئة التنسيق النقابي. نحن تمنينا أنه خلال أسبوعين بعد عيد الأضحى اللجان المشتركة تجتمع بشكل سريع وتاخذ الملاحظات بعين الاعتبار. بهالوقت هيئة التنسيق النقابية بتكون عم تعمل جمعيات عمومية وجمعيات المندوبين على خطين، ونأمل أنه نروح بالاتجاه الإيجابي لأنه نحن حريصين على عام دراسي طبيعي.